التقرير التالي. بل ربما لقرار اتخذه بارتوميو نفسه بإقالة إرنستو فالفيردي وسط الموسم، والفريق متصدر للدوري وحامل للقبه في موسمين متتاليين. هذا على الصعيد الرياضي. أما تسييريا فقصة تعاقد برشلونة مع راكوتين اليابانية راعيا رسميا تغني عن التفسير. بارتوميو نفسه اعترف أن بيكيه هو السبب في الصفقة، وحين يؤدي لاعب ما دور الإدارة فذاك يفسر كل شيء. صحيح أن حقبة بارتوميو قد تبدو ناجحة رياضيا، لكنها ستترك علامات تسييرية واقتصادية على جسد النادي. حقبة بارتوميو لم يتبقى فيها من هوية الفريق الكروية سوى تمثال الراحل كرويف، ومن أساطيره الحية سوى صور معلقة على أسوار كام ناو. إذا ما زلنا في الحديث مشاهدينا الكرام عن استقالة رئيس نادي برشلونة جوزيه ماريا بارتوميو قبل قليل. كابتن ربيع، كيف يمكن أن نقيم هذه المرحلة، مرحلة بارتوميو؟ كما ذكر التقرير جاء بظروف استثنائية، حقق ألقاب لكنها وجد يعني كان فيها مزيد من الصعوبات، مزيد من الأمور التي أثرت على البرسا خاصة في السنوات المقبلة، في السنوات الماضية عفوا. هو صحيح، يعني نتكلم في السنوات الأخيرة بتحقيق الألقاب، لكن يجب أن نتذكر بأن المساهم المباشر والأكبر في ذلك هو تواجد ميسي، وضمنه العديد من العناصر التي كانت متواجدة في حقبة بارتوميو لما أخذ مكان ساندرو روسيل. نعم. وهنا أتكلم ممكن عن تواجد كذلك نيمار والعديد من اللاعبين الذي تم استخدامهم سواء في حقبة ساندرو روسيل أو كذلك في حقبة خوان لابورتا. على مستوى الانتدابات أعتقد بأنه الانتدابات